بونجور اتوس. بونجور ميسيو. مش احنا عندنا اكله لحد النهارده بنقول عليها اسمها بليله، اصلها برضو كلمه فرنساويه، فيقول له قمح باللبن اللي هي بلي اولي، بتتنطق كده بلي اولي يعني قمح باللبن. فاحنا قعدنا نحرف فيها نحرف فيها لحد ما بقت بليله اللي احنا بنقولها لحد النهارده. دوست. طيب بص ركزوا معايا، احنا في كل حصة هنقول احنا المفروض نطلع من الحصة دي فاهمين ايه. خلاص الحصة بتاعت النهاردة احنا المفروض نطلع منها بنعرف نعمل حاجة واحدة بس، بنعرف ننطق الحروف لحد حرف الان. خلاص ده اللي احنا مطلوب مننا نعمله النهاردة طول الحصة. ولكن قبل ما نروح ندخل في الشغل على طول هنتكلم الاول مع بعض كلمتين على جنب، كل اللي قاعد يركز عشان انتوا هتشتغلوا وهتنطقوا دلوقتي وانتوا قاعدين. خلاص انت كده شايف؟ طيب اول حاجه الفرنساوي اللي هو مقرر علينا ده هو ماده جديده، فالاول لازم نعرف هل احنا باللغه العربيه او في اللغه العربيه عندنا بننطق كلام فرنساوي ولا لا. يعني هل احنا عندنا في العربي كلمات سرقناها من الفرنساوي وبننطقها؟ حد فيكم مثلا عارف بعض الكلمات اللي احنا خدناها من الفرنساوي وبنقولها في العربي دلوقتي؟ ها قولي. ميرسي. ماشي، حد عنده كلمات تانية؟ ها طيب تعال انا اقول لك. بص يا سيدي ركز بقى في اللي انا هقوله. شايف الكلمه اللي انا او الجمله اللي انا هكتبها كلها قدامك دي؟ بص كده لو انا كتبت هنا، لحظه بس نكبر الخط، لو انا كتبت مثلا قدامك حاجه اسمها كده، لما اكتب كلمه اسمها كي وبعد كده اكتب حاجة اسمها ايه واكتب هنا حاجة اسمها اديلو بروميه، شايف الجملة اللي انا كاتبها قدامك دي كلها؟ ما تتخضش، الجملة اللي انا كاتبها قدامك معناها باللغة العربية عندنا كده، دي معناها من ودي معناها يكون والكلمة الاخيرة دي كلها على بعضها معناها الاول. بص كده لما اجي انطقها بتتنطق ازاي؟ هقول لك دلوقتي وهتضحك على اللي انا هقوله. دي لما اجي انطقها كلها على بعضها فبقول كده كيي لو بروميه. شايف الجمله دي كلها؟ دي كلها احنا خدناها وسرقناها من الفرنساوي وبنقولها لحد النهارده اللي هي كلمه كيلو باميه. شفت كيلو باميه اللي انت بتقولها؟ هي دي اصلها. الفرنسيين كانوا بيقعدوا يقولوها، طبعا فرنسا كانت محتليه مصر، عارفين يعني ايه بتحتل مصر؟ يعني موجوده هنا. فالجنود لو كانوا عايزين مثلا يعملوا حاجه فعايزين يشوفوا مين الاول فيقولوا كده، يعملوا كده بايدهم ويقولوا كيلو بروميه. فاحنا قعدنا نسمعها 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 لحد ما حرفناها فبقت ايه؟ كيلو باميه، انما هي مالهاش لا علاقه بالباميه ولا الفاصوليا. خلاص؟ فدي هي جمله كلها بتتقال فرنساوي واحنا سرقناها وبقينا نقولها بالعربي. خلاص؟ طيب عارفين الجمله اللي انا هكتبها دي؟ لو انا كتبت مثلا قدامك هنا جمله تانية اكتب كده حاجه اسمها، ركز معايا، حاجه هنا اسمها جيم، خلي بالك، وبكتب بعدها كده حاجه اسمها صا، مالكش دعوه بالكلام ده كله، انا بكتبه عشان اقول لك ان احنا عندنا بعض المصطلحات سرقناها من الفرنساويين وبنقولها عربي لحد دلوقتي بس حرفنا شكلها. اللي انت شايفها قدامك جيم صا معناها بالعربي دي كده معناها انا احب هذا او ذلك. خلاص دي النهارده احنا بنقول عليها ايه؟ بنقول عليها كده حاجه مشهوره قوي، بنقول جمصه. عارف جمصه دي؟ جمصه المصيف، فهو عباره عن بحر وشط وكده، فده مكان حلو فالفرنسيين كانوا قاعدين فيه. لما الحمله الفرنسيه سابت مصر ومشت خرجت، يعني الجنود بقوا يقولوا للبعض ايه وهم ماشيين؟ ان انا احب هذا المكان اللي هم كانوا قاعدين فيه لانه كان مكان حلو، فقعدوا يقولوا ايه؟ جيم سا يعني انا احب هذا او ذلك على المكان. قعدت تتغير 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 لحد ما وصلت بقت جمصه، بقت بتقال كده لحد النهارده. طيب في عندنا برضو حاجات تانية موجوده، ايه هي؟ عندنا مثلا، عارف مش احنا لو جبنا كده قمح وحطينا عليه لبن بنعمل اكله كده، عارفينها؟ قمح ولبن تبقى ايه؟ بليله، صح؟ مش احنا عندنا اكله لحد النهارده بنقول عليها اسمها بليله؟ الاكله دي موجوده. طيب الاكله دي اصلها ايه؟ اصلها برضو كلمه فرنساويه. طب هي ايه؟ بص كده
لو انا كتبت لك هنا حاجه اسمها بلي، ركز في اللي انا بكتبه، دي معناها قمح. الكلمه دي معناها قمح بالفرنساوي. طب وكلمه لبن يعني ايه؟ يعني ليه. يبقى دي قمح ودي لبن، صح؟ وبيحطوا في النص حاجه اسمها ايو. فاحنا كمصريين الفرنسيين كانوا بيعملوا الاكله دي وياكلوها، فالمصري يسال الفرنساوي هي دي ايه، فيقول له قمح باللبن اللي هي بلي اولي، بتتنطق كده بلي اولي يعني قمح باللبن. فاحنا قعدنا نحرف فيها نحرف فيها لحد ما بقت بليله اللي احنا بنقولها لحد النهارده. خلاص. طيب في عندنا حاجات تانية؟ عندنا زي ايه مثلا؟ لا في عندنا كده جبنه مثلثات هتلاقيها في الجهيني، هتلاقي جبنه مرسوم عليها وش بقره. خلاص. الجبنه دي اسمها هكتبها لك عشان تبقى شايف، اسمها كده لا، ايوه انت عارفها ايه اسمها؟ لا فاش كي ري. يعني ايه الجمله اللي انت كاتبها بالاخضر دي كده؟ معناها البقره التي تضحك. احنا بقى لما نيجي ننطقها بنقول ايه؟ لاباش كيري، هي ما فيهاش لاباش اصلا. خلاص. يبقى احنا عندنا بعض المصطلحات والكلمات احنا خدناها من الفرنساوي بنستعملها لحد النهارده. في برضو كلمات تانية كتير، مثلا لو احنا عندنا بلكونه، مش احنا بنقول بلكونه؟ ده اصلها فرنساوي. طب هي بتتنطق ازاي؟ بتتنطق بالكون، هي بتتنطق كده بس احنا بقت بلكونه. نفس الكلام الباتيه اللي احنا بناكله اللي احنا بنقول عليه كرواسون، بنقول كده صح؟ هو اسمه كرواسون. نفس الكلام بالنسبه للملابس، عندنا بنطلون، جت منين دي؟ بونطالون، كلمه فرنساويه. عندنا برضو حاجات تانية زي كلمه فيست، فيست دي برضو فرنساوي. خلاص. فاحنا عندنا مصطلحات كتير جدا خدناها من الفرنساوي وما زلنا بنستخدمها لحد النهارده في العربي بتاعنا. يبقى انا وانا ماشي بتعلم فرنساوي لازم هلاقي بعض الكلمات متاخده من الفرنساوي وانا كواحد عربي بستخدمها. اتفقنا؟ طيب عايزين نتكلم عن ايه بعد كده؟ مهم جدا اللي انا هقوله دلوقتي، فافهم انا هقول لك ايه. هل ينفع اسمك ايه؟ اياد. هل ينفع مثلا اياد لو هو ما بيعرفش يكتب عربي او يقرا عربي، هل ينفع اخد اياد ادخله امتحان عربي ويقدر ينجح فيه؟ لازم يكون بيعرف ايه؟ يقرا ويكتب، صح؟ نفس الكلام لو حد بقى طوال المرحله التعليميه بتاعتك قال لك انك عادي ما تعرفش تقرا ولا تكتب فرنساوي، يبقى هو بيضحك عليك. يبقى انا عشان امتحن واخش ابقى ضامن الامتحان لازم اكون اعرف اقرا واكتب. اتفقنا؟ احنا النهاردة قلت انا في بداية الحصة احنا مطلوب مننا نعمل ايه النهاردة؟ ها الناس اللي بتسرح ناخد الحروف لحد حرف الان. الان خلاص. طيب ركز بقى معايا، احنا عندنا لما نيجي نتكلم عن الحروف الكلمة اللي قدامك اللي هتظهر دي هتلاقيني بنطقها بنطق معين. فالكلمة اللي هتظهر دي بتتنطق كده او اسمها اصلا لالفابي فرنسي. ركز انا بقول ايه. الكلمة دي معناها أصلا بالعربي حروف الهجاء باللغة الفرنسية، معناها كده بالعربي. اتفقنا؟ حروف الهجاء. بص وأنا بنطقها بنطق إزاي؟ ألفا بي فرانسي، تتنطق كده. طب امشي كده يا مستر على حرف حرف، قول لي أنت بتنطقهم كده ليه؟ الحرف الأولاني ده اللي أنت شايفه أول حرف عندك في الكلمة اللي هو حرف الأ، بيتنطق أ مع الإل بقت أل كده صح؟ والحرفين دول مع بعض انا بنطقهم اف صح؟ فتبقى الفا، وفي هنا كمان تتنطق كده الفا ب. طب استنى بقى، في هنا مشكله، انت قلت الفا ب، الاثنين دول ما نطقتهمش ليه؟ دي بقى الملحوظات اللي احنا بنقول عليها. لو انت عارف الملحوظه هتعرف تقرا وتكتب صح، لو انت واخد ملحوظه النطق. فهم بيقولوا انه الحرفين دول لو جم مع بعض بيتنطقوا ايه، فعشان كده نطقت الفا ب. طب الايه دي ممكن تظهر تاني؟ يعني مثلا لو عايز اقول لك تاخد اجيب لك مثلا شاي وقهوه، فاعملها ازاي؟ اقول لك مثلا تي دي يعني شاي وقهوه يعني كافيه كده. الحرفين دول اهم عندنا بالفرنساوي و حرف عطف و، فلما اجي انطق هقول كده تي اي كافيه عشان دول مع بعض بيتنطقوا ايه، صح كده؟ يبقى دي بتتنطق الفا بي، والكلمه اللي في الاخر بتتنطق فرونسي.
طيب مش ده برضو شغلتنا النهاردة، احنا شغلتنا على الحروف من اول حرف انت تسرحي لحد حرف الان. طيب ركز بقى معايا كده، الحرف الاولاني اللي قدامك اللي هو الحرف ده، لو انا جيت نطقته انجليزي ما تسرحش، لو انا جيت نطقته انجليزي هيتنطق ايه صح؟ طب بالفرنساوي افتح بقى لفوق، فده عليه فتحة كده يبقى اه، لو حد قرصه كده وانت قاعد فبتقول اه، فهو الحرف ده يتنطق اه. ركز معايا، طب الحرف اللي بعده اسمه ب عليه فتحه برضه يبقى اسمه، ما تقولش با، با دي كده انت ما بتتحكمش ببقك، فده يبقى اسمه اه، ده يبقى اسمه ب، ب يبقى ده اسمه اه، ده اسمه ب لفوق مفتوحه. طيب الحرف اللي بعديه اسمه اهو، انت بتعرف تنطق لوحدك مجرد ما عرفت المعلومه. يبقى اول ملحوظه تاخد بالك منها ان الحروف باللغه الانجليزيه كلها مكسوره لتحت. اسمع كده بالانجليزي بقول A B C D صح، كل الحروف مكسوره هي لتحت. طب جرب بقى بالفرنساوي A B C D صح، يبقى الحرف ده اسمه D مفتوح لفوق. يبقى تاني تعالى كده نجرب كلنا مع بعض، ها اشتغل بقى مش ايه A B C D. حلو، الحروف دي انت كاتبها بالابيض، طب ده انت كاتبه ليه بالاصفر؟ لانه في مشكله في النطق، في مشكله في النطق فيه صح. ده بيتنطق بالانجليزي ازاي؟ اي صح، انسى بقى ان هو بيتنطق اي بالفرنساوي، بالفرنساوي بيتنطق، ركز كده انا اقول ايه، بيتنطق اي. تعرف تعوق، خليك معوق وانت بتنطق، يتنطق اي، ما تنعرش كده، يتنطق اي اي اي، اعمل كده اعمل كده وانت قاعد اي اي اي، تاني عشان تعرف تنطق اي اي اي، بتتكسفي ليه؟ انطقي وانت قاعد عشان تتعلمي، هنا مفيش كسوف، احنا كلنا هنا جايين نتعلم صح؟ لو انا دلوقتي قعدت في البيت وعايز اتعلم اركب عجله وكل يوم افتح التلفزيون اشوف كيف تركب العجله او طرق ان انا اعرف اسوق عجله، هل هعرف؟ لازم انزل اجرب واقع مره واثنين وثلاثه. نفس الكلام لو قعدت تتفرج عليا وانا بنطق لازم انت تنطق عشان تعرف تتعلم خلاص. يبقى اهو ركز بقى وانت قاعد كده، اقعد شغل شغل بقى ا ا ا تاني ا ا ا بالظبط كده. يبقى اسمعني بقى الاول، اسمعني وانا بنطق، ركز كده معايا ها ما تسرحش، بص انا بس اللي هتكلم، اسمعني دلوقتي ا ب س د، استنى بقى هنا مشكله تبقى ا، جرب كده هناك ها علي صوتك اللي في الاخر يسمع A B C D U. برافو، ها اللي جنبه لا كده عند راح فين؟ واحده واحده ها A B لا 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 با، احنا كده هندمر الدنيا A B B ها تاني تاني من الاول تاني من الاول A B C D U. حلو ها مش بي افتح ب سيبه سيبه هتلخبطه انت تاني تاني ا ب س د او ها ا ب س د او برافو ها ا ب س د او ها ا ب س د او سامع ها ا ب س د او ها A B C D O ها لا 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 استنى استنى علي صوتك شويه لا مش ايه زياد لما قروسك تقول اه ها B C D O ها A B C D O لا علي صوتك شويه مش سامعك A B C D O جدع ها A B C D O لا لا ايه لفوق افتح A B C استنى استنى على مهلك ما تجريش ها مش باء ب استنى سيبه سيبه استنى بص كده ركز معايا تاني A B C D E اتحكم في بقك ها A B C D O فل ها
حلو قوي. يبقى خلي بالك بقى واحنا ماشيين، احنا قلنا ملحوظه واحده بس او اتنين. الملحوظه الاولانيه قلنا ان كل الحروف بالفرنساوي مفتوحه لفوق، بتاعه الانجليزي مكسوره لتحت، فده الفرق ما بين الاتنين في النطق. تاني حاجه عندنا مشكله في الحرف اللي بالاصفر، ان هو بيتنطق بشكل مختلف عن الانجليزي. في الانجليزي بيتنطق اي، هنا بيتنطق او. طيب نكمل. الحرف ده انطقه عادي زي الانجليش، انطقه اف اف عادي. طيب وده بقى ده في مشكله بالظبط، بس بالانجليزي اسمه ايه؟ جي. طب هنا افتح جي. طيب وده يتنطق اش، بلاش بقى تقول لي ايه ايش والحاجات دي اش. طب استنى، هو ده لو انا شفته في كلمه هنطقه اش؟ لا. يعني ادي لك مثال، الحرف ده اسمه ايه؟ سي. انا قلت صا سي. سي ده لو انا مثلا قلت لحضرتك انطق دي بالانجليزي بتتنطق ايه؟ كات، صح؟ اذا سات ده بيتنطق كات، اذا ده اسمه، بس هو بيتنطق ايه او ايه؟ بيتنطق اس او، صح؟ يبقى هو اسمه كده بس ما بيتنطقش كده. عمري ما هقول على الكلمه دي سات، هقول كات، وده ممكن يتنطق اس عادي، صح؟ طيب الحرف ده قلنا اسمه اش، ولو انا شفته مثلا في كلمه زي الكلمه اللي حضرتك شايفها قدامك دي فهنطقها ازاي؟ مش هنطق ده، هنطق الاو. فندق اسمه بالانجليزي هوتيل، عندنا مفيش ها 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 دي مش موجوده، اوتيل على طول، واضح؟ وده هناخده قدام لما نروح ناخد الكلمات، احنا بس بنشوف الحروف. طيب ده اسمه جي جي جي، وده اسمه اش. استنى بقى ده مشكله، اوعى في مره من المرات واحد يقول لي ايه هو ده حرف ال يا مستر، ده مش ال، ده حرف الاي بالانجليزي. حرف الاي ده بيتكتب كابيتال كده وبيتكتب سمول كده، صح؟ بالانجليزي ده بيتنطق اي، بيتنطق ايه؟ اي. يعني ده بيتنطق زي ده في الانجليزي بس فرنساوي، فاهم؟ يعني ده بالانجليزي بيتنطق ايه؟ وفي الفرنساوي اي. طب ده بالانجليزي اي، بالفرنساوي حلو قوي، فاهم؟ طيب انا هجرب قدامك النطق وركز معايا. ا ب س، بمشي على مهلي عشان اخلي بقي ياخد الحركه المظبوطه. ا ب س د ا اف جي اش اي، واضحه؟ طيب ها اسمك ايه؟ فريد. يلا ودي انطق على مهلك. ا ب س د او جي اف جي اش اي. اي جدع، هي دي، ها وصلت. طيب تعال نكمل مع بعض، الموضوع شكله سهل اهو. الحرف اللي بعده عندنا اسمه، هو ده بقى، ده هننطقه بدل ده بس في الانجليزي، مش ده بالانجليزي اسمه جي، هنا اسمه جي. طب ده بالفرنساوي طب ده بالانجليزي اسمه جي، هيتنطق جي، فاهم؟ يعني دول عكس بعض بالفرنساوي. يبقى ده عكس ده، بص كده، ده اسمه جي، ده اسمه جي، وما تنساش ده اسمه اي، وده اسمه اش، وده اسمه أه. واضح؟ طيب كمل. الحرف اللي بعده هو حرف ال، ايوه صح، مفتوح كا، بالانجليزي اسمه كي، ده بالفرنساوي اسمه كا كا كا. طيب الحرف ده اسمه، لا مش ال ال، لا ال عادي خالص. طيب اللي بعده اسمه عادي، واللي بعده اسمه جميل قوي. انا هنطقهم مره قدامك وهننطقهم كلنا مع بعض، ركز معايا. اسمع الاول انا هقول ايه. ا ب س د او اف جي اش اي جي كا ال ام ان. كمان مره، هنطقهم قدامك كمان مره عشان تثبت، ها اهو، ركز معايا في الحروف اللي فيها مشكله. ا ب س د او اف جي اش اي جي
كا ال ام ان. ها مع بعض بقى كلنا خلاص. سالزبور. انا هبدا اهو، مستعجل على ايه؟ ها استنى اشيل المايك عشان صوت كنت اللي يجي تفضحناش بقى، الكاميرا بتصور. ها يلا ركز كده معايا. ها انتوا اللي هتقولوا ا ب س د او اف ج اش اي ج ق ال ام ان. حلو قوي. يبقى اللي مطلوب منك بقى الحصه الجايه كل اللي قاعد قدامي يكون بيعرف ينطق كويس جدا الحروف من ا لحد الان. واضح كده؟ دي اول حاجه. طيب انت هتذاكر منين؟ المنهج بتاعك لسه ما نزلش، بس اكيد المنهج بتاعنا هينزل في الحروف، لازم هناخد الحروف. فاحنا هنقعد ناخد ازاي ننطق كويس عشان نتاسس كويس لحد ما المنهج بتاعنا ينزل. هنقعد ناخد في التاسيس ده قد ايه؟ هناخد تقريبا شهر كامل بعلمك ازاي تقرا وتكتب. لان لو فاكر وانت صغير لما دخلت اولى ابتدائي قعدنا نعلم فيك كتير جدا عشان تعرف تقرا وتكتب، صح؟ نفس الفكره، احنا بناخد حاجه جديده فهنتعلم فيها ازاي الاول نقرا ونكتب لمده شهر كامل. وكل حصه بقى النهارده مثلا خدنا لحد الان، بعد كده هنكمل بقيه الحروف، بعد كده نتدرب نقرا كلمات، بعد كده نتدرب نقرا جمل، بعد كده نتعلم نكتب. اتفقنا؟ طيب الجروب بتاعكم اللي على واتساب هتلاقي الحصه دي نازله فيه، الحصه دي هخلصها لك وهينزل فيها نفس اللي احنا عملناه بالنطق. انت عليك حاجه واحده بس، تروح البيت تسمع الفيديو مره او مرتين يبقى انت كده ذاكرت الحصه اللي عليك. خلاص بس يلا اتفضلوا. لا استنى، نظام البنات الاول، اتفضلوا. بونجور ا توس. بونجور ميسيو. انتوا خدتوا فرنساوي قبل كده؟ لا. طيب تعال نشوف كده، عندنا طلبة أولى إعدادي أول مرة يحضروا وما خدوش فرنساوي في حياتهم، وبسم الله ما شاء الله عليهم برابانت في الفرنساوي، هنجرب أهو بس يا رب ما يفضحوناش. الحرف ده اسمه إيه؟ أقفي. لا خليكي خليكي وأنت قاعدة، الحرف ده اسمه إيه؟ ها اسمه؟ آه. واللي بعده؟ بي. يا نهار أسود، حد الحق يا جدعان. الحرف ده اسمه بل. فضحونا جاي. طب استنى نجرب هنا، ده اللي فيه الرمق. الحرف ده اسمه اه، واللي تحته ب، واللي تحته س، واللي تحته د، واللي تحته او. اهو جاي من حواري فرنسا. طيب تعالى احنا تاني كلنا مع بعض. ها ركز بقى كلنا في صوت واحد، احنا وقفنا عند حرف الايه؟ ال ان، صح؟ طيب هنقول ملاحظات قبل ما ننطق عشان الناس تبقى واضح معاها الكلام. اول حاجه ما تتكلمش دلوقتي، اول حاجه احنا قلنا ان كل الحروف بالفرنساوي مختلفه عن الانجليش ان هي مفتوحه لفوق، ونتحكم شويه في فتحه بقنا يعني، صح؟ فانا اللي هقول ما تنطقش معايا، ده بيتنطق ا ب س د او اف، ده عكس ده، فده يبقى جي اش مش اش اش يا ديك، ده اسمه اي، ده اسمه جي، ده اسمه كا، ده اسمه ال، ده اسمه ام، ده اسمه ام. حلو قوي. يلا بقى احنا كلنا صوت واحد. ها ا ب س د او اف جي اش اي جي كاف. يا جدعان يا نركز شويه، نركز شويه، بتاع بيصور. ده اسمه اهو تاني اللي فيها ملاحظات الصفراء، ركز عليه، ده اسمه ا وده اسمه جي، ما تقولش جا، اسمه جي، وده اسمه اي جي. لا مش جا بقى، جي كا ال ام ان. كمان مره بقى بس دي تظبط. خلاص ها مع بعض. ا ب س د او اف ج اش اي جي ك ال ام ان. ساعات لا صوت غامض بس خلاص، يلا اتفضلوا كده احنا خلصنا.